بيكم معانا في حلقة جديدة من أميرة في المطبخ على CBC سفرة. احنا النهاردة مكملين معاكم على الهواء. هنبدأ النهاردة عندنا برضو منيو. بفكركم ان كل المنيوهات اللي احنا بنعملها كل يوم منيو كامل يتحط على السفرة متكامل مع بعضه، ما بنعملش حاجة ما ينفعش تتقدم مع حاجة عشان اللي بيتحيروا يقدموا ايه مع ايه. اول حاجة عندي النهاردة نجرسكو، ودي من الوصفات اللي طلبت مني كتير قوي، وبالذات كمان البشاميل. والنهاردة هديكوا كذا طريقة للبشاميل عشان ما تتحيروش في طريقته. للنجرسكو عندي فراخ شرايح متقطعة زي الشاورما كده، عندي مكرونة سباجيتي مسلوقة، جبنة موتزاريلا، توم، قرفة، ملح وفلفل، عندي هنا كمان فلفل رومي متقطع رفيع، وعندي جوزة الطيب. للبشاميل عندي دقيق وزبدة ولبن وشوية كريمة، ملح وفلفل، قرفة، وجوزة الطيب برضو. فهنبدأ أول حاجة هنا البشاميل. بقى عندنا كذا طريقة للبشاميل، يا نحط زبدة بس، يا زيت بس، يا زبدة وزيت مع بعض، يا إلا بندوب الدقيق في اللبن على البارد وناخده بعد كده على النار ونقلبه مع البهارات اللي هي الملح والفلفل وجوزة الطيب والقرفة. دي أخف طريقة وممكن نستخدم فيها اللبن خالي الدسم لو حد بيعمل وصفة لايت. ممكن نحط بقى شوية الزيت ونقلب مع الدقيق وبعدين ننزل اللبن والكريمة، وممكن زبدة وممكن زبدة وزيت. دي بس البدايل كده عشان لو حد عايز يعمل البشاميل ومش عارف يعمل ايه. تعالوا ناخد هنا كده لحد بس ما الطاسة بتاعت المكرونة تسخن. هاخد الحاجات اللي انا عايز استخدمها هنا عشان ما افضلش رايحة جاية كده، وهياخد الملح والفلفل وشويه من زيت الذره. نحط شويه زيت، ونخلي بالنا دايما في البشاميل انه لازم الدقيق ياخد تشويحه محترمه عشان طعمه ما يبقاش ني، وفي نفس الوقت مش على نار عاليه قوي ويغمق قوي، فبعد كده البشاميل عندي يبقى لونه غامق. هحط مع الزيت زبده أو سمنة، نفس مقدار المادة الدهنية نفس مقدار الدقيق، يعني معلقتين معلقتين. عايزة آخد معلقة نحط هنا، دي هنا على جنب. هحط معاهم التوابل عشان تاخد تشويحة كده في الأول مع الدقيق. التوابل عبارة عن ايه؟ ملح. كمان في ناس بتحط مع اللبن والكريمة شوربة، يعني يقسموا السائل ما بين الشوربة واللبن والكريمة، مفيش مشكلة بتبقى لطيفة برضو. ماجي معايا؟ أيوة يا ماجي. ماجي ماجي سامعاني يا ماجي؟ معلش كلميني تاني يا ماجي. أوكي، هنا أهي كله كده اختلط مع بعضه. هنا ايه الاخبار؟ هنا كمان سخن. فهنا هنعمل ايه بقى؟ برضو شويه من الزيت، ومش هحط بقى زبده عشان يعني ايه نخفف شويه. وهجيب الفراخ وهديها التتبيله. التتبيله اللي هي ايه بقى؟ قرفه. هحط قرفه هنا كمان مع البشاميل. ابتسام ابتسام معانا؟ معاكي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مدام. يا مدام اميره، ازي حضرتك؟ منوره الشاشه. تسلمي.
بقولك يا مدام أميرة لو سمحتي، أموري. هو إيه الفرق بين اللازانيا وبين لقمة القاضي؟ عشان أنا شفت اللازانيا بتحط فيها بطاطس مسلوقة. لا، اللازانيا اللي هي زي المكرونة اللي بنعملها. سوري لقمة القاضي وال ما هي ايه؟ زلابيا. لا، مفيش اي فرق بين الزلابيا ولقمة القاضي، دي كلها اسامي. في ايه اللي بتحطي فيها بطاطساية مسلوقة؟ هقول لك انا بقى. عندك اي اسئلة تاني؟ لو سمحتي، انا مدام غدا التل اول امبارح كانت عاملة السجق البلدي بتاعنا، حشية لحمة مفرومة نية وهو ني، وبعدين هي قدمته ني، يعني انا مش عارفة اعمل ايه، عملت زيها وركنته في التلاجة وانا مش عارفة اعمل ايه. لا هقول لك حالا. اتحمر قال يعمل ايه؟ حاضر، انا هاكل مع حضرتك بس وقولي لي لو حالا. حاضر، هقول لك، هجاوبك على السؤالين. حاضر. طيب، بالنسبة للزلابية او لقمة القاضي، هما الاثنين مسمى لنفس الوصفة. في ناس بتحط مع الدقيق نشا، وفي ناس بتستبدل النشا ببطاطساية. يا ده الاثنين غرضهم ان الزلابية تكون او لقمة القاضي تكون مقرمشة من بره، ده كل الموضوع، مفيش سبب تاني. هنعمل يعني هنزل لكم ان شاء الله الطريقه بتاعتها بالظبط، وهو الفرق الوحيد ان احنا يا بنحط بطاطسايه يا بنحط شويه نشا الذره، عشان بس ناخد قرمشه من بره وتبقى طريه من جوه زي اللي بنجيبها من المحلات. بالنسبه بقى للسجق اللي عملته حبيبتي التلي، لا هي قدمته كده عشان هي بس كانت بتوريكوا الطريقه بتاعه عمايل السجق الشرقي او البلدي بتاعنا في البيت بدل ما تشتروه، لكن طبعا حضرتك بعد كده بتطبخيه بالطريقه اللي تناسبك. ممكن تاخديه على الشوايه الفحم، او تحطي له بصلايه وفلفل الوان الثلاث الوان وبقدونس، وتدي له تشويحه على النار كده بيبقى لطيف قوي. ممكن تزودي عليهم طماطمايه وشويه من الصلصه ونقطه ميه سخنه ويبقى بالصلصه بالصوص. ممكن بعد كده تاخدي بقى السجق ده وتحطيه في مكرونه، تحطيه في جلاش، تاكليه بالطريقه، تعمليه سندوتشات، اعمليه بالطريقه اللي انت عايزاها. فهي بس التلي كانت بتوريكوا طريقه عمله في البيت بدل ما نشتريه من السوق، لكن بعد كده طبعا انتوا بتسووه زي ما انتوا عايزين، او بتخزنيه في الفريزر وتستخدميه وقت ما انت عايزه. معايا نورهان. الو. ايوه يا نورهان، ازيك يا طن؟ ازيك يا حبيبتي؟ كويسه الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام، كل سنه وانت طيبه. انت طيبه. اموري يا نورهان، عايزه تسالي على حاجه؟ طريقه عمل ايه؟ اتفضلي. خط قطع، خط قطع. معلش يا نورهان، انا اسفه جدا، كلميني تاني. اوكي، هنا البشاميل كده بقى جاهز، هجيب له شويه من الكريمه. انا كمان عندي بشاميل جاهز وموجود، بس انا قلت ايه فرصه ان احنا نعمله مع بعض عشان بتسال عليه كتير قوي، بالذات من البنات اللي لسه ايه بتبدا تطبخ. القوام بقى زي ما انتوا عايزينه خفيف قوي، عايزينه تقيل زي ما انتوا عايزين. انا مع النجرسكو بالذات بحبه شويه يبقى اللي جوه يكون سائل شويه كده. خلاص، تعالوا نطمن على الفراخ. الله. طيب حاضر، اطمن انا براحتي وانتوا اطلعوا فاصل وارجعوا، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. البشاميل خلص اهو، كمان الفراخ جهزت، هننزل عليها دلوقتي الفلفل الرومي، فص ثوم مفروم، نقلب تقليبه واحده بقى، مش عايزه الفلفل يدبل لانه لسه هيخش الفرن، بس عايزاه كده ايه يشم النار. وبعدين هنعمل ايه؟ جهزنا هنا الطبق البايركس اللي هيخش الفرن. معايا مروه. ازيك يا مدام اميره، عامله ايه؟ وسهلا، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. انا بحب اكلاتك خالص خالص خالص، كل سنه وانت طيبه. ميرسي، وانت طيبه، تسلمي.
وعندي بنت بتحب حضرتك خالص خالص لدرجه ان هي بتلعب بتقول انا عامله برنامج مرهان في المطبخ. ربنا يخليها لك يا رب. عايز تسالي على وصفه معينه؟ لا الله يخليكي، بس انا كنت عايزه ابعت تهنئه ليها بمناسبه نجاحها. اتفضلي. وهي عايزه تكلم حضرتك. طبعا طبعا. هي مع حضرتك اهي. دي هالي. ايوه ازيك يا تعم. نورهان ازيك يا حبيبتي؟ انت نجحتي؟ بحب اكلك. ميرسي يا حبيبتي. بتساعدي مامي في البيت؟ ايوه. برافو عليكي. انت نجحتي؟ انا عايزه طريقه الكوكي. الكوكيز؟ حاضر يا نورهان، حاضر. ومبروك يا حبيبتي على نجاحك، برافو عليكي. هنزلك الكوكيز. حاضر. طيب احنا عملنا بقى ايه هنا؟ حطينا شويه من البشاميل تحت في البايركس، وهنا حطينا بقيته على المكرونه. هنزل عليهم الفراخ كده، وبعدين تقليبه معايا سحر. معلش معلش يا سحر، كلميني تاني، انا اسفه. معلش. هنزل هنا المقدار كله بتاع المكرونه بالفراخ، وبعدين هقوم واخده كميه تانيه من البشاميل تكون اتقل شويه من اللي احنا جهزناها جوه المكرونه، ونفردها كده، وبعدين ندخلها الفرن. انا عشان عندي كل حاجه مستويه ومش هتقعد اكتر من 10 دقايق في الفرن، هحط الجبنه دلوقتي. لو عندي حاجه بتستوي يبقى الجبنه هتقعد لاخر 10 دقايق، يعني هدخل الحاجه اللي عندي وبعدين بعد ما تستوي اديها وش الموتزاريلا اخر 5 دقايق 10 دقايق واطلعها عشان تفضل تمط. ندخل الفرن. يلا 10 دقايق على 180. هبدأ دلوقتي في الوصفة اللي بعدها اللي هي وصفة البطاطس. والبطاطس النهاردة احنا عاملينها بشكل كده جديد ومختلف، وان شاء الله يعجبكم. عندي بطاطس مسلوقة. طيب حاضر، اخد غدا الاول. ايوه يا غدا. مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك يا مدام اميرة؟ الحمد لله تمام تمام يا حبيبتي. احنا يعني بنستفيد جدا من فقرة حضرتك، بس انا ليا تحفظ الحقيقة على قصة المكالمات، يعني هتعمل تشتيت الحقيقة. معلش انا اسفه، بس الناس بتبقى عايزه تسال على حاجات، بس انا هحاول ما تقلقيش، هحاول ان انا ابقى مركزه. مره مثلا مره من المرات، بس بقيت المرات كده من غير مكالمات لان حاضر. بتشتتنا بصراحه. حاضر عينيا الاثنين، وما تخافيش انا دايما هبقى اراجع لكم الحاجات عشان ما تتشتتوش. عندك اي اسئله؟ مش في الف شكر. نورتيني. احنا بنستفيد بصراحه جدا من فقره حضرتك. ميرسي. تسلمي. يعني مستخسره ان يضيع منها وقت. انا فاهمه قصدك. ميرسي تسلمي، نورتيني. سميه. الو. ايوه انا معاكي. اتفضلي. الو. اتفضلي انا معاكي. الو مساء الخير. مساء النور. ازاي حضرتك؟ انت طبعا من سن بداتي، وانا مبسوطه قوي ان بقى في عندك مداخلات. ميرسي مدام سمية. لا انا حابه ان في مداخلات مع حضرتك انت بالذات. ميرسي تسلمي. على اساس ان انت مهتميه باللي في سنك ومهتميه بالبنات اللي في سنك بصراحه، وازاي بتعلميهم. دي حقيقة. ربنا يخليكي يا مدام سمية. عند حضرتك أي سؤال؟ أنا عندي ولادي عندهم أحساس صغيرين سن 9 شهور وثمان شهور، وحضرتك كنت مهتمية بالموضوع ده. ده حقيقي. فعايزة أعرف بس مزيد من الـ من الـ من الـ من الحاجات اللي بتنزليها لنا. حاضر عينيا. أنا بس هقول لحضرتك دلوقتي مبدئيا جمعة وسبت إن شاء الله الحلقات هتكون للأطفال، في حلقة حديثي ولادة وفي حلقة أطفال أكبر سنا شوية، وإن شاء الله الأسبوع الجاي في حلقة هوا هتكون للأطفال. ده غير طبعا ان الوصفات كلها بتكون موجوده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى cbcsofra.com، يعني مفيش حاجه هتفوتكم. بشكر حضرتك على تليفونك. هبدا دلوقتي في البطاطس. عندي شويه من اللحمه البتيلو متقطعه شرايح شاورما، بصل شرايح، فلفل الوان شرايح،
عندي بطاطس مسلوقة بالقشر بتاعها، وعندي كمان شوية من الجبنة التشادر المبشورة، وتقدروا تستخدموا أي نوع جبنة أنتوا عايزينه. الفرن، لا الفرن شغال تمام. هبدأ بقى في الوصفة دي على طول، هجيب ملح وفلفل هحطهم هنا على اللحمة، ملح وفلفل. متقلقوش يا جماعة، وصفات الأطفال وحلقات الأطفال إحنا مكملين فيها ومهتمين بيها جدا، فمش عايزاكم تقلقوا من الموضوع ده. هحط هنا زيت زيتون أو ذرة زي ما أنتوا عايزين، الوك سخنة جدا، هنزل على طول باللحمة. هسيبها مش هقلبها عشان مش عايزه الميه اللي فيها تنزل. هجيب البطاطس واقسمها انصاص، هي مسلوقه نص سلقه بس عشان لما تخش الفرن ما تاخدش معايا وقت طويل. ننضفها كويس قوي بالفرشه القشر، ونسلقها بميه فيها شويه ملح. نقسم بقى كده. قدامكم بقى كذا حل دلوقتي، ممكن تشيلوا تقوروا قلب البطاطس بمعلقة صغيرة وتاخدوه تحطوه مع الحشو اللي احنا هنعمله، أو تحطوا البطاطس زي ما هي كده، النتيجة واحدة كده. لو مش عايزين تعملوها بالطريقة دي ممكن تعملوها بيوريه او حلقات، اسهل طريقه ليكم اعملوها يعني، ما فيش مشكله، بس هي دي الطريقه التقليديه بتاعتها يعني. بص على اللحمه، ام ملك، ام ملك معايا. معلش انا اسفه يا ام ملك، ارجعي كلميني، انا اسفه جدا. هاخد الفلفل والبصل، وانا حطيت هنا ملح وفلفل بس، عايزين بقى تحطوا كمون، تحطوا قرفه، تحطوا اي بهارات انتوا عايزينها يرجع لكم. معايا يوسف. الو يا يوسف. الو. ايوه. الو. ايوه يا يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حبيبي، اتفضل. ممكن يا يوسف توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون؟ انا متابعك كل شويه، بتابع حلقاتك كلها. ميرسي يا حبيبي. عايز تسال على وصفه معينه؟ انا طلبت منك البيتزا. البيتزا انا نزلتها لك يا يوسف، وهعملها لك على الهوا الاسبوع الجاي، تابعني، نزلتها لك على الشاشه، والاسبوع الجاي ان شاء الله هعمل لك البيتزا يا يوسف على الهوا، اتفقنا؟ خليك متابعني. ميرسي يا يوسف على تليفونك. تعالوا بس نطلع النجرسكو عشان اخذت لون تمام، مش عايزاها تغمق اكتر من كده. البشاميل يا جماعه من الحاجات اللي لما بتقعد بتمسك اكتر، فما تتقطعش اول ما تطلع من الفرن، تتساب اقل حاجه ربع ساعه. هنا ايه الاخبار؟ تمام. معايا داليا. ايوه يا داليا. ايوه يا مدام اميره، اتفضلي. حضرتك قوي واكلات حضرتك جدا. ميرسي حبيبتي، ربنا يخليكي، كل سنه وانتي طيبه. وحضرتك طيبه. عايزه تسالي على وصفه معينه يا داليا؟ عايزه اسال عن الحمام الكذاب. الحمام الكذاب، حاضر. حاضر يا داليا، حاجه تانية؟ لا شكرا. شكرا يا حبيبتي، حاضر هقوله لك حالا. طيب احنا دلوقتي جهزنا الحشوه بتاعه البطاطس، وهنا بقى هقول لكم اكتر من طريقه. الفاهيتا دي احنا ممكن ناخدها ونعمل لها ساندوتشات في العيش التورتيه المكسيكي، ويبقى ساندوتشات.
عايزين تحطوه في عيش حتى شامي ممكن، على مكرونة تمام، على جلاش اوكي، يعني ليها اكتر من استخدام. ممكن كمان تعملوا البطاطس بيوري وتحطوا طبقة من البطاطس تحت وطبقة من اللحمة في النص وطبقة من البطاطس تاني على الوش، يعني ليها اكتر بقى من استخدام. الوصفة دي ليها اكتر من استخدام، ما تتأيدوش باستخدام واحد. طبعا زي ما بقول لكم دايما، انا هحط بقى شوية المية دول عشان البطاطس تبقى كده جوسي وحلوة، وزي ما بقول لكم دايما حاجة واحدة نطلع منها اكتر من وصفة، او لو اتبقى عندنا شوية ما نبقاش ايه مش عارفين نعمل بيهم ايه. نحط بقى على الوش الجبنة وندخل الكلام ده الفرن. هتقعد حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة مش اكتر من كده. حاضر. هنسيبها 10 دقايق ربع ساعة في الفرن لحد ما تاخد وتدي كده مع بعض. البطاطس هتكمل سوا والجبنة هتسيح، وفي الوقت ده احنا هنطلع فاصل ونرجع، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. احنا طلعنا النجرسكو ودخلنا البطاطس زي ما انتم شايفين كده تمام. هنبدا دلوقتي في وصفه السلطه. انا هعمل النهارده سيزر سالاد، بس هعملها شويه بمكونات مختلفه وطريقه شويه مختلفه عشان ايه يبقى في تغيير. هعملها باللحمه مش بالفراخ، فعندي لحمه ستيك وعندي عصير ليمون، زيتون اسود مخلي، سكر، فلفل احمر حامي، طبعا لما بيحبش الحامي يستغنى عنه، نعناع فريش مفروم، عندي بصل اخضر مفروم، ملح وفلفل، زيت زيتون، خس كابوتشا، وعندي طماطم تشاري، عندي جزر متقطع رفيع خالص، الدريسنج مايونيز وزبادي، ثوم بودره، جبنه بارميجان وانشوجة. اللي ما بيحبش الانشوجة يستغنى عنها، بس هي ما بتبقاش طعمها انشوجة زي ما بقول لكم كل مره، بطعمها لطيف قوي. فانا هجيب بس الحاجات اللي انا محتاجاها، واول حاجه هعملها على الجريل هحط شويه من زيت الزيتون، وانا مسخنه الجريل اوريدي كده. هحط على اللحمه ملح فلفل وهنزلها تتشوي لسه، هديها دقيقة كمان نكون جهزنا الدريسنج. الدريسنج نحطها في الأكبر شوية، هنحطها الأول وبعدين نروح مع بعض نضربها. الدريسنج هحط كل المكونات مع بعض، الزبادي طبعا أساس الدريسنج بتاع السيزر بيبقى فيه بيض، بس طبعا احنا بنخاف من حكاية البيض الني دي، فأنا ما بحطوش صراحة، وبحط الزبادي عشان يخفف شويه من المايونيز. فانا حطيت زبادي، هحط مايونيز. ماجي. الو. ايوه يا ماجي. الو. ايوه. الو. معاك يا ماجي، اتفضلي. انا بحبك قوي. ميرسي يا حبيبتي، انا كمان بحبك قوي. انت عندك قد ايه يا ماجي؟ عايزه طريقه المسقعه باللحمه. حاضر حاضر يا ماجي، انا مسقعه باللحم. حاضر. حطينا هنا كل المكونات، هحط هناك الملح والفلفل، هضربها. ايمان. الو. اتفضلي. ايوه ايمان معاكي، اتفضلي. مساء النور. منوره والله، شفتك قوي. ميرسي، تسلمي، بنورك. كل سنه وانتي طيبه. حضرتك منوره. ميرسي حبيبتي. عندك اي اسئله؟ الله يخليك. وانت طيبه. اتفضلي. حضرتك المكرونه البشاميل انا بعملها بس يعني بقول الخلطه حضرتك انا ما شفتهاش. المكرونه البشاميل بس ممكن حضرتك. انا ما شفتهاش. سامعاني؟ انا سامعاكي، اتفضلي انا معاكي. ممكن حضرتك
حضرتك خلطة البشاميل. خلطة البشاميل. معلش انت ممكن توطي بس التلفزيون لان انت مش سامعاني كويس. ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون؟ اوكي اتفضلي. اوكي خلطة البشاميل. خلطة البشاميل اللي بتتباع في السوبر ماركت. اللي بتتباع في السوبر ماركت. انا يعني شفت ان بنحط 4 كوبايات لبن وبعدين كده خلطة البشاميل. ايوه. هل حضرتك عملت الخلطة دي عشان انا ما كنتش موجودة؟ اوكي حاضر 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 يا ايمان. انا هقول لك انا عملته ازاي وهقول لك تعملي الخلطة ازاي. حاضر. انا حطيت هنا كل مكونات الدريسنج وحطيت عليه نقطه من الملح لان الانشوجة والبارميجان مملحين وحطيت شويه ملح شويه فلفل اسود. نزلنا هنا الستيك اللي احنا حطينا عليه ملح وفلفل وحطينا على الجريل شويه من زيت الزيتون. الدريسنج هضربه وانا بنزل شويه من زيت الزيتون. الدريسنج كده جاهز. احمد معانا. اتفضل يا احمد. خال. ايوه يا احمد. الو. اتفضل يا احمد انا سامعاك. ازي حضرتك؟ انا عايز عايز وصفه ايه؟ انا عايز اعرف ازاي طريقه البيتزا. البيتزا بالجبنه. حاضر. البيتزا يا جماعة استنوني الأسبوع الجاي في حلقة بيتزا بس وكب كيكس، ما معهمش حاجة تانية عشان هم أكتر حاجة طلبوا وبعدهم وصفات الأطفال. ففي حلقة أطفال إن شاء الله الأسبوع الجاي، تابعوني عشان هنعملهم مع بعض بالتفاصيل. هنا هحط البشاميل بقى عشان إيمان. البشاميل يا إيمان أنا عملت على النار، حطيت شوية من الزيت وشوية من الزبدة قد بعض يعني معلقتين ومعلقتين، وقدهم بالظبط دقيق. 4 معالق من الدهن عليهم 4 معالق من الدقيق. قلبتهم كويس قوي، حطيت عليهم ملح وفلفل قرفة وجوز الطيب، وبعد كده بعد ما تشوحوا رفعتهم من على النار ونزلت اللبن. وبعد ما نزلت اللبن رجعتهم على النار تاني، ولما المقدار تقل نزلت له شويه من الكريمه. ده بالنسبه للبشاميل اللي بيتعمل في البيت. بالنسبه للبشاميل اللي بالخلطه الجاهزه، بتجيبي الخلطه دي وبتخلطيها على البارد مع الميه والكريمه وبترفعيهم على النار وتفضلي تقلبي لحد ما البشاميل يتقل. فكده انت معاكي الطريقتين، اعملي الطريقه الاحسن بالنسبه لك. كده كمان الستيك خلاص. هحط بقى هنا شويه من الدريسنج. معايا سلمى. الو. ايوه انا بحبك قوي. ميرسي يا سلمى. انا عايزه اعرف طريقه عمل البيتزا. البيتزا. حاضر. البيتزا اكتساح. طب ينفع تكلم اختي؟ طبعا ينفع، اديها لي. ماشي خدي. الو. ازيك؟ اسمك ايه يا حبيبتي؟ ازيك؟ الله يسلمك. اسمك ايه يا قلبي؟ انت اسمك ايه؟ سالي. سالي؟ كل سنه وانت طيبه يا سالي. طيب. عايزه تسالي على وصفه؟ قولي. وصفه الكريب. الكريب. حاضر. طب ينفع تكلم اختي الصغيره؟ طبعا ينفع. طيب. الو. الو. ايوه. انا بحبك قوي. انا كمان بحبك قوي. اسمك ايه؟ سالي. ما سالي كانت معايا من شويه. حاضر. خلاص احنا هم عايزين الكريب وعايزين ايه تاني يا جماعه؟ معلش. خلاص البيتزا والكريب هيتعملوا الاسبوع الجاي على الهوا، هم والكب كيكس ووصفات الاطفال. كل الكلام ده هيتعمل على الهوا ان شاء الله الاسبوع الجاي، فانتظرونا. الستيك خلاص. خلاص هحط معايا نسمة عصير الليمون هنا. نسمة. ايوه يا نسمة. الو. ايوه يا نسمة. بعد حضرتك انا عايزة اعرف تورتة ايس كريم. تورتة الايس كريم. حاضر حاضر.
هشيل الستيك من على النار. الإعادة يا جماعة للمدام اللي سألتني على حلقات الأطفال، الإعادة جمعة والسبت دول بكرة وبعده الساعة 4 نفس الميعاد بتاعنا، حلقتين أطفال وفي حلقة على الهواء الأسبوع الجاي إن شاء الله برضو أطفال. طيب الستيك هنا استوى وأنا سويته زيادة عن اللزوم على غير العادة، بس حكم القوي على الضعيف، أسباب عليا يعني، فمعلش بقى. هنطلع فاصل، أنا هشيل الستيك ومش هنقطعه عشان لازم يستريح شوية قبل ما نقطعه. وحطينا هنا كل المكونات بتاعة السلطة طبقات، وعملنا الدريسنج مع بعض، وهنحط تاني على وش الستيك شوية، بس ده بعد الفاصل. ارجعوا بقى من الفاصل استنونا عشان نكمل بقية وصفاتنا. باي باي. اهلا بيكم بعد الفاصل. احنا رفعنا اللحمة من على الجريل وسايبينها تستريح عشان ما ينفعش ان احنا نقطعها دلوقتي، وسايبين شوية من الدريسنج عشان نحطه على اللحمة في الاخر. دلوقتي هنعمل بقى صنف الحلو اللي عندنا. عاملين النهاردة قرع عسلي عشان البرد الفظيع، فانا عندي هنا قرع عسلي، جبت القرع العسلي قطعته مكعبات رفيعة، رفعته على النار من غير مية بشوية سكر وعلى نار عالية الأول، أول ما يبتدي يشد حلو وينزل ميته نوطي خالص ونفضل نقلب نقلب نقلب، بس ما ننساهوش عشان ما يتلسعش، لحد ما يبقى هو بيوريه وكل ميته نزلت ورجع شربها تاني هي والسكر. فبقى عندي هنا قرع بيوريه. عندي شوية هنا من البشاميل الجاهز بالفانيليا، هقول لكم احنا عملناه ازاي، ولو في وقت هوريكم كمان تعملوه ازاي. عندي هنا مجموعة من المكسرات زي ما انتوا عايزين، عندي فانيليا وعندي جوز الطيب، عندي جوز هند، لوز، فول سوداني، زبيب، وعندي عين جمل، واي مكسرات انتوا عايزينها، او في ناس بتحبوا من غير مكسرات خالص ما يقولش لا. هعمل ايه؟ هاخد القرع احطه هنا، هحط معاه بعد ما ادوقه عشان احنا اوريدي حاطين له سكر وهو على النار، فعايزه اعرف الاخبار ايه الاول قبل ما ازود السكر. لسه محتاج شويه سكر، شويه سكر، شويه جوزة الطيب، شويه كريمه خفاف قوي، بس كفايه، وعايزه شويه قرفه. هي دي بتهيالي، هي شويه قرفه، شويه فانيليا، نقلب تاني ونتاكد كله اختلط مع بعض. معايا مها. الو. ايوه يا مها، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا أميرة؟ كله تمام الحمد لله. وصفاتك هايلة جدا جدا وانا متابعاها على طول. ميرسي يا مها، ربنا يخليكي، خصوصا الكوكتيلات بتاعتك بتكون تحفة. تسلمي، ربنا يخليكي، كل سنة. انا كان بعد اذنك عندي سؤال يا أميرة. أموري. انا عندي افوكاتو وانا سمعت انه فوائده هايلة جدا، بس مش عارفة اعمله ازاي. حاضر. ميرسي جدا ومبسوطة اني سمعت صوتك. ميرسي، انا اسعد حبيبتي، نورتيني. دلوقتي بقى هحط جوز الهند، مجهزين لوز، زبيب، عهد. ايوه يا عهد. عايزه اعرف التشيز كيك. حاضر حاضر. طيب بالنسبه للتشيز كيك، هنجيب اي نوع بسكوت هنطحنه في الكبة مع زبدة تكون لينة لكن مش سايحة، نحط معاه معلقة من القرفة، معلقة من السكر، نضرب كويس قوي لحد ما يبقى زي بيست كده عجينة، وهنحطه في قعر الصينية أو الطبق. ممكن ندخله تلاجة 10 دقايق، وممكن نحطه في الفرن 10 دقايق.
هنطلعه، هنكون جهزنا التشيز كيك نفسها، عبارة عن شوية من الكريمة المخفوقة، عليهم شوية من الجبنة الكريمي، عليهم فانيليا، عليهم شوية من الجيلاتين اللي احنا دوبناه، سواء كان بطعم فاكهة معينة أو جيلاتين سادة. وبعد كده هنحط كل المقدار ده، نضربه مع بعض كويس قوي، وهنحطه في القالب وندخله التلاجة. لما يجمد هنحط له أي صوص أنتوا عايزينه، أي نوع فاكهة بنجيبه على النار مع شوية من السكر، ونفضل نغلي فيه لحد ما يبقى بيوريه، وندخله نحطه بعد كده على وش التشيز كيك. هنا أنا خلصت. معايا يارا. ألو. أيوة يا يارا. أيوة زي حضرتك. إزيك يا حبيبتي؟ اتفضلي. الحمد لله كويسة. حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. أنا بحب حضرتك جدا. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. عايز تسألي على وصفة معينة؟ لا شكرا. مرسي. أنا بس كنت بتصل أسلم على حضرتك. ميرسي يا حبيبتي، نورتيني. تسلمي على تليفونك. شكرا حبيبتي. بصوا بقى، هاخد اللحمة هقطعها شرايح رفيعة، الفرن هخلي بالي منه عشان مش عايزة اللون يغمق بتاعه قوي، وبرده مش هياخد أكتر من كام دقيقة بس ياخد اللون، لأن كل حاجة عندي مستوية. وأنا بقطع اللحمة هقول لكم أنا عملت البشاميل المسكر إزاي. نفس الطريقة بالظبط، زبدة، نفس مقدار الزبدة هو نفس مقدار الدقيق على النار تشويحة. بعد كده بنزل عليه سكر، وبنزل عليه فانيليا، وبنزل عليه قرفة وجوز الطيب. برفع من على النار، بنزل اللبن واحدة واحدة مع التقليب المستمر. بعد كده بحط، برجع على النار تاني، أما يبتدي يتقل بنزل عليهم شوية من الكريمة، وبقى عندي كده البشاميل المسكر. لحمة. رحمة. أيوة يا رحمة. أيوة. أيوة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. أموري. احنا بنحب حضرتك قوي يعني، وذوق حضرتك في اللي انت بتعمليه كده، وبالذات الاتيكيت والسفرة نوظفها ازاي كده. ميرسي يا رحمة، ربنا يخليكي. طيب رحمة هتكلم حضرتك، وانا مامتها. اكيد يا ام رحمة، اديني رحمة، مفيش مشكلة خالص، اتفضلي. ايوه يا رحمة. الو. ايوه يا حبيبتي. سمير. ايه يا حبيبتي، ازيك؟ ماما بتعمل كل اكلاتك والله. وبتطلع حلوه يا رحمه؟ اي أيوة والله. طيب الحمد لله يا حبيبتي. عايز تسالي على حاجه؟ اه اتفضلي. كنا عايزين نعمل طريقه البيتزا. البيتزا، حاضر. حاضر حاضر يا رحمه، تابعيني الاسبوع الجاي في حلقه كامله عن البيتزا والكب كيكس. حاضر يا حبيبتي. عايزه ابص على الفرن بس. اوكي تعالوا بقى نراجع بسرعه احنا عملنا ايه مع بعض لحد ما قرع العسل ياخد لون في الدقيقه دي. احنا عملنا مع بعض النجرسكو، عملنا البشاميل زي ما عدنا كذا مره، وبعدين حطينا شويه من البشاميل تحت، عندنا مكرونه سباجيتي مسلوقه، نزلنا عليها بقيه البشاميل على الطاسه على النار، زيت زيتون، ملح وفلفل، قرفه، ثوم مفروم، وشرايح من الفراخ لحد ما استوت، نزلنا عليها في الاخر الفلفل الرومي، حطينا كله مع بعض، المكرونه مع البشاميل مع الفراخ، خلطناهم حطيناهم وحطينا على وشهم شويه من البشاميل والجبنه الموتزاريلا. عملنا بعد كده مع بعض البطاطس، بطاطس مسلوقه بالقشر بتاعها حطيناها تحت. عملنا بعد كده الفاهيتا على النار، زيت زيتون، ملح وفلفل على شرايح اللحمه، خدناهم الاول تشويحه، بعد كده نزلنا لهم الفلفل الالوان والبصل الاحمر الشرايح، وحطينا على وشهم شويه من الجبنه التشادر المبشوره، وحطيناهم في الفرن لحد ما استووا وطلعناهم. السيزر سالاد حطينا، اهم حاجه بالنسبه لي في السيزر سالاد الدريسنج، فهو اللي هعيده اهم حاجه. حطينا في الكبه مايونيز، بارميجان مبشوره، زبادي، ثوم بودرة، أنشوجة، نقطة من الملح ونقطة من الفلفل، وزيت الزيتون، وخلطناهم كويس قوي مع بعض. بعد كده أنتوا بقى بتحطوا الكابوتشا وبتحطوا أي حاجة من فوق زي ما أنتوا عايزين. أنا هنا عملت ستيك تبلته بملح وفلفل بس وزيت زيتون،
وممكن فراخ وممكن جمبري وممكن من غير حاجة خالص، وحطينا زيتون وجزر وطماطم تشاري. دي وصفاتنا للنهاردة، والقرع العسلي برضو هعيده معاكم لحد ما هو يطلع من الفرن. عملنا البشاميل يكون مسكر بنفس الطريقة بالظبط، زبدة، دقيق، تشويحة، لبن، كريمة، حطينا بدل الملح والفلفل حطينا قرفة وجوزة الطيب وسكر وفانيليا. القرع نفسه عملناه الأول بيوريه، وبعد كده خلطناه بشوية من الكريمة، شوية تاني من السكر، وشوية جوزة الطيب وقرفة وفانيليا، حطيناه تحت، حطينا فوقيه شوية من المكسرات، وحطينا فوقيه البشاميل اللي احنا جهزناه ودخلناهم الفرن، وهو بدأ ياخد لون اهو، بس عايزة اقلبه. يلا اوكي، حاضر حاضر، هقول لكم باي باي وهطلع لكم القرع لحد ما انتوا تخلصوا الاطباق دي. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على الهواء من 4 ل 5، من الاحد للخميس. اميره في المطبخ، اميره شنب، باي باي.